انا عمتي مراه كبيره عمرها بالسبعينات، الله يشفيها ان شاء طبعا الله. الله يسلمك، عندها القلب وعندها يعني حالتها شوي يعني حرجه. كانت تراجع مستشفى العظام، اعطوها موعد حق مستشفى مبارك اساس انه تسوي السونار او المنظار، فاعطاها موعد مثل موعد السنه الجايه 2016. لحظه لحظه، متى؟ اعطوها 2016. 2016 اي شهر 11 2016 هي موعد العمليه عندها بعد قبل بعد شهرين. محمود اشعه هي ولا عمليه؟ والله هي موعد عمليه. شهر 11 2016 عمليه شنو؟ قلب؟ عمليه حق الظهر. الظهر مقطعيه، اعطوها مقطعيه شهر 11 2016. ومرة كبيرة ومحتاجة العملية، قال لها الدكتور انت شهرين نعطيك اسرع وقت لان انت حالتك حرجة يبي لك عشان العملية، اعطوك شهرين. حولوهم مستشفى، هذا مستشفى العظام، حولوهم مستشفى، حولوهم مستشفى مبارك. كان خليته يكمل ما يخالف، يلا.